عدد كبير من الأسئلة، قالوا بأنه لغة الأرقام لا يفهمها الأميون الذين هم بالنسبة عالية. لو ذكر فقط من الإحصائيات الرسمية 2014 تضع نسبة الأمية في أقل من 40%، ماشي 65% اللي قال الأخ، إنما أنا متفق معاه في أن الأمية نوعان، كاين الأمية الحرفية كاين الأمية الفكرية، وهذا مشكل كبير. متفق معك أن المناطق التي تعاني أكثر هي المناطق الشرقية في الإقليم، والتي هي بعيدة من البحر، والتي أهلها يعانون أحيانا حتى من الماء. أقول لك بكل صدق، بدأنا بالمناطق الساحلية لأن فيها كثافة سكانية، لأننا لا نستطيع أن ننظم زيارة إلا إذا كان عندنا الحزم وهيكل، حيث ضمن لنا طريقة للتطهير والتواصل. لم ننجح بعد في الهيكل هذه المناطق الشرقية البعيدة، لأن في إشكالات كبيرة تتعلق بالطحالب، تتعلق بالمشكل الذين يصدرون منتجات إلى الخارج، تتعلق بالمناطق العشوائية، تتعلق بضحايا التلوث في منطقة ميناء جبل الأصفر. وأريد أن أذكر الأخ فقط بأنني أنا واحد من 6 من النواب، ولكن دائما يكتب عني وأحاسب وأجلد وكأنني النائب الوحيد، ولا يسأل الآخر. والحاصل أن الآخر بيضافة أنهم 5، وأنه في الأحزاب المتنفذة هم ناس متنفذون، وأيضا إن كانت هائلة هم رؤساء جماعات وهم زعماء قبائل وهم مليارديرات، ويستطيع الواحد منهم بأسبوع أن يفعل ما أفعله أنا في سنة واحدة من الجري بسيارتي البسيطة. وحاولت، كان حلمي سنة 2007 لما وصلت هنا أنني أعمل واحد تنسيقية. اختارت من هذه 5 أطيبهم وأبسطهم وأسهلهم وأيسرهم. مشيت عندهم قلت له أجي ندير واحد تنسيقية، احنا 6 نواب كنا ساعة 3، كان غير جديدة أزمور، كان حال سهل، كانت الحدود الجنوبية كتوقف عند سيدي بوزيد، والحدود الشمالية كتمشي حتى البرجدية. أول كلمة قال لي قال لي أنا لما قلت لي السيد الأمين العام ديال الحزب نسلم عليه، تسلم ما نسلمش عليه. بعد مني كنا عندنا في المعارضة كما تعلموا، فلو أنني نجحت، أنا أقر بفشلي، لو أنني نجحت في أن أقيم تنسيقية من 6 ديال النواب ونشتغل ككتلة، بالمناسبة هذا الشيء كنذكر الأستاذ سعد الدين العثمان لما كان نائب على منطقة الدشيرة الجهادية في سوس نجح فيه، وذاك الشيء هو اللي قرب له طروط الأكادير حتى من بعد نجزات، واخا من بعد عاد وقع المفيد ديالها، تحلت واحد عدد المشاكل ربما من الأسباب. ها حنا دابا كانت العتبة في 6% هبطنا 3%، ها البلقانة، ها التحكم، ها الأموال اللي تزيد شتت المشهد التمثيلي المحلي على مستوى العمل التشريعي. صوروا دروك كنا احنا مثلا ناجحين، جوج في لائحة وجوج في لائحة وجوج في لائحة، كل واحد ثلاثة أحزاب. أما كنا بحال الدول الأخرى نقدروا نمشيو 3 في لائحة و3 في لائحة، والآخرين يمشيو للمعارضة، غادي يكونوا غير جوج الأحزاب. احنا 6 الناس في 6 الأحزاب، واحد اللي ناجح بالنصاب و5 ناجحين مع أكبر بقية بسبب البلقنة الأصوات. وكان من الصعب ان نجتمع وان نتعاون وان نغطي الدائره. تكلم على الراميد، اولا نحن لا ندعي اننا انجزنا الراميد، ماشي واحد زمر التاريخ، نحن عممنا الراميد. الراميد كان قد قام به من قبلنا ومشوا فيه خطوات، حنا عممناه. ومعاك الحق ان الواحد اللي كيجيب ورقه الراميد تلقى خدمات ضعيفه، ودائما وزير الصحه كان يبكي اكثر من النواب في البرلمان، لأن عنده مشاكل، لأن عنده مستشفيات مغلقة بنيت وليس عنده إمكانات للتجهيزية. لكن هنا نقول لكم ماشي تهربا، ماشي تهربا، حنا آخر شيء ختمنا به الحصيلة هو رغم ذلك لا زالت هناك تحديات قائمة تهم جودة التعليم وفعالية الخدمات الصحية وتوفير فرص الشغل الكريم والسكن اللائق والتنمية القروية ومحاربة الفساد والريع ومواصلة وتكريس إصلاح منظومة القضاء. أنت الفقرة هذه راه اختصرت كل شيء كلام اللي قلته، حتى حد ما تيقول أنا جيت لقيت النار وصنعت الجنة، لكن التقييم الإيجابي الموضوعي اللي
الإنسان يكون في سلم إنجازات، سلم مكافحة الصعوبات وعلى رأسه الفساد والتحديات والخصائص، يلقاو أنفسهم بالدرجة 100 يطلعهم للدرجة 70، ويجي عمل ديمقراطي ينجم عنه انتخابيا مؤسسة حكومية يطلع من 70 ل 40 في أفق أننا واحد النهار ما نكونوش عند صفر، يعني عند الرتبة الأولى في السلم، ولكن بقى 10 بقى 15 بقى 25. ما نحاول أن نقول ونحاول أن ننسب لأنفسنا عبر أرقام وجداول أننا حصلنا عدد من المكشنات، وأنا أعطيت مؤشر ديال سلة العملات اللي هو مصيري ومركزي من 145,000 ل 233,000. برنامج الباجير مثلا، برنامج تعميم الكهرباء القروي، علاش ندير؟ وبدا من الإعدادات ديالو من 89، ونفيد بدا من 93، ولكن حنا قطعنا أشواط في محاولات تعميمية. دابا الكهرباء 100%، والماء الصالح للشرب يقترب من 95%. طبعا غادي يشوف هذوك 5% يشتكون، وحتى صاحب الكهرباء القروية يقول لك عندنا انقطاعات، وكاين انقطاعات في حدا الطرف الجديد غير تكري انقطاعات، وكاين مشكل ديال التعبئة البطاقة، وكاين مشكل التعسف في التقدير ديال الفاتورة. دائما المصائب ستبقى. ذكروا الإخوة سمحوا لي إذا دمجت واحد العدد الأساسيات، ذكروا الإخوة مثلا مستشفى الإقليمي واللي تبنى بمواصفات دولية واللي كلف 27 مليار سنتيم واللي تحطت فيه أحدث المواصفات الأمريكية. بالمناسبة أنا لا أمدح إنجاز الحكومية لأن مستشفى الدار قبل منا، كل صدق وكل أمانة بدا بيد الله وأنجز بعد فترة العصيبة ديال اسم البنت في النهاية ديالو. ولكن باش تعرفوا المشكل أحيانا في الإنسان ماشي في الحكومة. أول ما حطوا لهم كاميرات يراقبوهم في يمكن تكون رشوة أو سوء المعاملة أو التمييز، تواطأ القائمون على المستشفى وحطوا لهم كاميرات وكلهم خسروا. داروا كاميرات في السجون وتخسروا، في المخازن جات الكاميرات في الأماكن. إذا راه مشكلة الإنسان أيضا، هذه مشكلة تربوية، مشكلة أخلاقية. إصلاح منظومة العدالة، ما حناش كنقولوا أستاذ الرامي يضغط على الزر أحمر أو أخضر واشتعلت أضواء العدل، ولكن كنقولوا إصلاح المنظومة القضائية، أي ترميمها وتطويرها وتجميع مقترحات الجسم ديال العدالة، لأن المناظرة استمعت للقضاء الواقف اللي هو النيابة العامة والقضاء الجالس اللي هو القضاء، واستمعت للضابطة القضائية، واستمعت للمندوبين القضائيين اللي هو القضائي، استمعت للمحامين، استمعت للعدول، استمعت للمحررين القضائي، جسم العدالة، وخدات اقتراحات وحطتها في موقع الإلكتروني، حطت الاستشارة لدى ديوان الملكة، والاستشارة لدى الحكومة، والاستشارة لدى المعارضة، والاستشارة لدى البرلمان، وجمعت هذا الشيء. هذا هو أوراق، لكن التنفيذ مشكلة كبيرة. تكلموا عنها الظلم، وأنا أعتبر أن العدالة الجديدة ربما أسوأ من المتوسط العام لاختلال العدالة. الناس تشتكي وتشتكي من الظلم، كاين شي نوعية ديال المسؤولين العدالة يأتون بين جديدة لا يتورعون عندهم الناس بطريقة أحيانا فجة ومكشوفة وقاسية جدا. ولكن أستاذ مصطفى الرامي في عهده تم ضبط أكبر قدر من القضاة المتهمسين بالجريمة، تم القضاء على واحد عدد الإجراءات الزجرية. وكنت كنقول دائما الأستاذ مصطفى الرامي اللي هو ابن دكانة وابن الدوار اللي كبرنا فيه بجوج اللي هو سيدي بوحيرة والشكاشة، كيقول لي أنا أبكي الدمع لأنني أجد أن الرشوة سببها التواطؤ ما بين جهة معينة في المتظلمين اللي هو الطالب وما بين القضاء. قال لي لو أن كل مواطن جرب يثبت محاولة الإغراق بالرشوة، محاولة المطالبة بالرشوة، محاولة الإيقاع لتصرفت. ومن أكبر الأدلة على هذا أنه أول وزير عدل يحيل جميع الملفات التي تصل من المجلس على الحسابات إلى النيابة العامة أوتوماتيكلي، لا ينظر فيها من هذا الذي كتب عنه التقرير. كيبقى السؤال هو كيف يشتغل مجلس على الحسابات؟ ما هي الملفات التي اختاروها ويدرسوها؟ وطبعا لو ذهبت إليه لا أجابك السدري السطو
أنا عندي مجموع محدود من القضاة الماليين، وإن كانت في الافتحاص وملفات ضخمة ومعقدة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أنجز أكثر من 25 أو 30 ملف في العام، في حين الملفات لا حصر لها، الصناديق والوزارات لا حصر لها. لماذا يذهب الافتحاص إلى رئيس الجماعة بعينه ولا يذهب إلى عشرات رؤساء الجماعات؟ لماذا يذهب إلى الصندوق بعينه ولا يذهب إلى صناديق أخرى؟ لكن لو كل واحد ينجز مهمته، عندنا الترافاي لا شيء اللي تيقولوا في الصناعة عمل متسلسل. الأستاذ مصطفى أعلن ووفى أنه إذا وصله تقرير من عند رئيس الصندوق فسيحيل عن نيابة العامة، وفعل. وجميع التقارير التي وصلت أحاله، في حين كنا نعرف قبله مباشرة أن جميع وزراء العدل السابقين كانوا إذا وصلوا الملفات يتشاورون بشأنها مع الجهات العليا أو غير العليا، ويحتجزون بعضها ويوصلون بعضها إلى الإعلام ويوصلون بعضها إلى النيابة العامة. الصحفيين كانت كبيرة وتحوي عدد كبير من الأسئلة، وهذا في حال فاكي شرف من دون يزيد من القيمة. يشرفني أنا شخصيا من يستمع إلي. صحيح، ولكن غادي يعذرون الإخوة أن يطلب منه أنه يختصر ما أمكن لي أننا مرتبطين بالإخوة. طيب نمشي لأشياء شخصية. أخي الكريم ذكرني سي الدغمي، أول ما تعرف وأنتم الجسم الإعلامي شعاركم الخبر مقدس والتعليق تعرفوا أكثر مني أن أكبر عدو منكم فيكم من داخلكم الذي يكذب الذي يفتري. أنا لا علاقة لي بجمعية الحزب، لا أنا عضو مجلس إدارة، ولا أنا عضو المكتب التنفيذي، ولا أنا عضو عادي، ولا أنا عضو مؤسس، ولا مساهم، ولا متبرع. كون زوجتي بعثتها راكم كتعرفوا أنه في الإسلام وفي القانون كاين انفصال الذمة المالية بين الزوجين في نفقة البيت، فأحرار هي أستاذة جامعية وفاعلة جمعوية ومناضلة نسوية ومجددة فكرية، وكانت واحد الوقت خبيرة للأمم المتحدة، والآن هي التي قادت جمعية الحج إلى محافل الأمم المتحدة وخذت لها العضوية في إيكوسوك. وهذه الجمعية المستقلة عني تماما والتي لا علاقة لي بها سوى أن زوجتي مؤسستها، وزوجتي الآن ليست رئيسة لها بعد 10 سنوات من تسيير تركتها، هي فقط عضو مجلس إدارة وتفرغت لعمل اكاديمي يليق بها كاستاذه جامعيه، وهي انها اسست مؤسسه مستقله هي مركز الدراسات الاسريه للقيم والقانون، وهو مركز ينشئ ندوات وينظم مؤتمرات، تلك الصور التي رايتم هي لبعض المؤتمرات، ويطبع هذه الندوات والمؤتمرات في كتب، ويشرف على جائزه ويشجع طلبه الدكتوراه في البحث الاسري، وهو عمل فريد من نوعه في المغرب حتى الآن، أن تقوم مؤسسة بتشجيع البحث العلمي الأكاديمي في مواضيع الأسرة. أعطيكم مثال، آخر أطروحة طبعوها هي أطروحة ضخمة حول الوساطة الأسرية، وهي أطروحة الدكتوراه تقدمت إلى إحدى الجامعات ولم تطبعها الجامعة، طبعها المركز من أجل تطوير ثقافة الوساطة الأسرية المنصوص عليها في مدونة الأسرة. إذا هل يعقل لمجرد يمثلي كمرشح وحاول التشويش عليه أن يذكر النشاط لزوجته وهذا النشاط لزوجته انتهى؟ أما أرقام الحسابات وما وصلها من دعم من الداخل أو من الخارج، فجمعية الحلم جمعية ذات منفعة عامة، والمنفعة العامة تعرفون في المغرب أنها تمر بثقب الإبرة، بحيث تحتاج إلى ملف معقد لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحتاج إلى تقارير تصل عنك من أمن المخابرات، وتحتاج إلى مسطرة طويلة، وتحتاج إلى اتصالات، وتحتاج إلى مصداقية. فالجمعيات المغرب فيه أكثر من 130 ألف جمعية، شتو أمريكا مع عدد الجمعيات ذات النفع العام ولكن أقل من 100، وجمعية الحلم حصلت على النفع العام بعد طول نضال وإنجاز. بقية الحسابات اللي فيها تحويلات محلية هي شراكات مع وزارة الصحة لأنهم تحاربوا المخدرات وتعالجوا المدمنين، هي شراكات مع وزارة التعليم لأنهم يشرفون داخل الثانويات كيعطيوهم أقسام وهما كيجهزوا وكيجيبوا أطباء يعالجوا الطلبة، تلاميذ المدمنين الطلبة داروا الوضعيات الصعبة. هي شراكات مع المجلس الجهادي للدار البيضاء، شراكة مع المجلس البلدي ماشي دابا لا يقولوا راه الأستاذ عبد العزيز العماري هو اللي كيسني الدعم، بالعكس قبل منه سجيد و
ورئيس المجلس الاقليمي السابق بن كيران اللي مع الذين تعرفوا لهما معارضين تكونوا خصوم في الانتخابات، ولكن جمعيتها فرضت نفسها الاف الايتام والارامل والمطلقات والطلبه والتلاميذ المدمنين استفدوا منها. اما لماذا لم يفتح مقر في فرع في الجديده؟ اولا انا كنائب برلماني ما عندي حتى شي سلطه على جمعيه الحلم ولا صله لها، وبالمناسبه ادعى الى جمعيه الحلم لاحاضر في الندوات العلميه التي تنظمها، وجميع الصور اللي غتشوفوها غتلقاوني في شي ندوه بحال ندوه حول الاسره في القران الكريم. تنجي بصفتي مفكر اسلامي ندير عرض علمي على الاسره في القران الكريم. صافي الصور اللي اكثر منها ديال الشيخ محمد راتب النابلسي، كانوا عاملين تخليط لانه لما جا الشيخ محمد راتب النابلسي كضيف الجمعيه، اول ما نزل في المطار قال لي انا بغيت الاستاذ ابو زيد، هو اللي كنعرفو تلاقيت معاه في دول اوروبيه وتلاقيت معاه في مؤتمرات عالميه اسلاميه، قال لي انا لا اعرف في المغرب كل هذا الشخص، جيبوا لي طلبوا لي. فرغت نفسي ليه درت شي فور، جلست كندور بين السياره تنقدم ليه الندوات تنتعشى معاه تنوصلوا للوطيب. الرجل يعني سمي مثل اب، ها وليت في هذيك الصور بحال انا مؤطير ومنظم، وانا شرف لي كنت مؤطر في جمعيه الحلم، وشرف لي كنت مشارك فيها، وشرف لي كان عندي فلوس ونكون متبرع لها، ولكن هذا كله غير حاصل. انما هل غير العداله والتنميه تذكر زوجاته في سياقات مغرضه، في سياقات تغليظيه، في سياقات تخليطيه تجليطيه؟ عيب عيب. ولو انني املك السيد دغمي، لو انني املك ان اقترح على الحلم لاقترحت عليها. سؤالي تخريب موقع الكتروني. لا هذا شيء انا جاي لك انا جاي لك ايوا النقطه الخاتمه. ولو انني املك وانا اقترح الحلم تفتح فرعا لها بالجديده لفعلت، لكن مشكله الحلم لماذا الحلم الان على قوتها؟ يلا عندها اربعه فروع في المغرب، يلا عندها اربعه فروع، واحد في الرباط، واحد في اكادير، واحد في الشتوكه ايتباها، والرابع لا اذكر الان. السبب هو ان جمعيه الحلم تتحرى ان تجد شخصيه ثقه امينه تستطيع ان تفتح فرعا دون ان تحوله الى وسيله الريع الجمعوي والبقيه تعرفونها. اما تخريب هذا الموقع فلا علم لي به، ومن قام به لا اعرف ان كان حصل، ومن قام به كائنا من كان فهو فعل اجرامي لا يليق. واذا كانت تقرير النشر مكذوبا وملفقا ويخلط اشياء لا علاقه لها ببعضها البعض، الحزب مع الجمعيه وانا مع الزوج ديالي والصور الانشطه مع صور الاقامه وغيرها، اذا كان هذا كله فالجواب لا يكون الا بالرد، والرد المؤدب والرد القانوني. ولا يمشي الانسان للقضاء وما نحكمش القضاء لان هذا المقال هو عباره عن اساءه كبيره لي، لكن انا جاي تخريب العمل متخلف لعمل غير قانوني. واقول لو ان الذين قاموا به رفع عليهم صاحب الموقع دعوة لدعمته، لكنني أعتبر بحقي ما رفع علي أنا شخصيا دعوة، لأنه لا يليق أن يأتي في زمن الانتخابات الحساسة اللي هي الشهر هذه الأمور لا يليق. ولكنني ما زلت أستشير مع المحامي لحد الآن، ولهذا أقول لك لا علاقة لي بعملية التخريب، لا أعرفها، لا صلة لي بها، كائن من كان فاعلها فهو مدان، وأنا أدعم الجهة المتضررة كما اطلب من هي ان تدعمني كجهه متضرره اذا قمت باجراء القضاء. اخر كلمه سي طيب اخر كلمه يا اخي، ان مشكلتنا لحكومه العداله والتنميه التي مرت هي مشكله تحديد